فريق الإسماعيلي يتعادل مع فريق المقاولون العرب بالجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري النايل ودوري النايل طبعا اللي هو الممتاز، واللي أقيمت باستاد الجبل الأخضر. وبيحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما فريق المقاولون العرب يحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط. لجنة الحكام أعلنت تعيين هشام القاضي حكما لمباراة بيراميدز والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري ممتاز. كمان أعلنت لجنة الحكام تعيين نادر قمر الدولة حكما لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، وهتقام مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 4 العصر على ملعب الإسكندرية. فريق رجال كرة الماء بالنادي الأهلي توج ببطولة الدوري العام لموسم 2023-2024، ده بعد الفوز على نادي سبورتنج بنتيجة 14-10 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في النادي الأهلي. البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادي دجلة تأهلت للدور النهائي ببطولة كليفلاند للإسكواش، واللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى $75,000 للسيدات و $51,000 للرجال. منتخب الشطرنج المصري حقق أولى ميدالياته في منافسات دورة الألعاب الإفريقية اللي بتقام في غانا في الفترة من 8 حتى 24 مارس الجاري. نادي جيرونا فاز على نادي أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني. ارتقى نادي جيرونا إلى المركز الثاني وصافت جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بينما تواجد أوساسونا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة. فريق قادش فاز على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في اللقاء الأقيم ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني، ورفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز 18، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز 4. فريق أرسنال حقق الفوز على فريق برينتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين باستاد الإمارات معقل الجانرز، وده ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي قفز نادي أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما جاء برينتفورد في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة. فريق مانشستر يونايتد حقق الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز 6 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز 16. فريق إنتر ميلان فاز على بولونيا في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي، وبيتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي المباراة برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز 4 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة. فريق بروسيا دورتموند هزم فريق فيردر بريمن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الألماني، وجاء فريق بروسيا دورتموند في المركز 4 بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بينما تواجد بريمن في المركز 9 بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل سريع ومراجعين معاكم نكمل فقرات صباح الخير يا مصر.